لاول مره ما بقيناش اون زون غوليغاب، اول مره اللي تنكونوا زعما في منطقه لا تؤدي الى النزول، لكن خصها تكون الجديه المعهوده انطلاقا من يوم غدا يبداو التدريب. الاسبوع المقبل غادي يكون حاسم، لكن حنا في واحد المسار ايجابي وفي واحد الديناميه. فوالا بالنسبه للمقابله اظن انه السيناريو المنتظر هو ما حصل، خلاو لنا الكره داروا ان بلوك ليديون با مشاو في مرتدات. في الشوط الاول مرتداتهم كانت خطيره، لولا يقظه الحارس غايا، لولا يقظه خط الدفاع. اظن بانه في الشوط الثاني عطينا تعليمات ما بين الشوطين باش لعبوا بسرعه اكثر، يعني في تمرير الكره، في اون جوي ا دولور. هذا هو الملاحظه ديالي. كذلك طيحنا سفيان المدن الاعراب باش نلعبوا بدو سنتينيل باش يكون عندنا توازن دفاعي اكبر. ذلك ما حصل، اظن بانه التغييرات كذلك قدمت اضافه. فخور باللاعبين، فخور بالانصار، فخور بهذا الانتصار هذه مره اخرى. السيد رئيس مكتب المسير، والي المدينه اللي حقيقه تتواصل معنا بشكل يومي، والحضور ديالو كذلك اعطانا واحد الدعم معنوي. تنشكروا كذلك والي الامن، رجال الامن، لان يعني امور التنظيميه تتمر بواحد السلاسه كبيره. زيرو شغب في طنجه، سا سي امبورطون، هادشي يحسب للامن للخليه الرياضيه. فوالا بالنسبه للمقابله اظن بانه كانوا فترات قوه لنا، فترات قوه لهم. هما انهكونا باللعب طويل، جرينا بزاف، نمط اللعب ديالهم حقيقه فريق محترم، ايزون بون انترينور. عندهم غيابات، كانوا عندهم غيابات، لانه في لاشارنيغ سونترال يعني كانت عندهم غير حلول ترقيعيه. حنا درسنا اللعب ديالهم، عرفنا بان بوخريس والسكحال هما المفاتيح، تيلعبوا بالشكل الطويل فيغ لو بوكس وتيحاولوا يربحوا الكره الثانيه. داروا لنا مشاكل كثيره، لكن حنا خلقنا فرص للتسجيل دون لو جو ما استغليناهاش. فوالا مي كره ثابته قضات الغرض. فوالا سي ليسونسييل سي لو 3 بوين. اون نيتي با سوبر بون، زعما ما كانش شي اداء وشي محتوى في المستوى كبير كما عودنا الجماهير ديالنا، لكن العبره بالخواتيم، وغادي نشتغلوا اكثر باش نطوروا الاداء ديالنا الفردي والجماعي. اذا قلت بان عندك الحق، الشوط الاول كانوا بوكو دي شي اخطاء في التمرير، في الاستلام، في اتخاذ القرار. خلقنا فرص، مي دائما تتغيب داك اللمسه، تيغيب القرار المناسب. نورمال، مي كما ذكرتي الاسباب والمسببات يعني عديده، لكن اهمها الضغط. الخوف من الهزيمه لا اظن، لانه كنا تنبحثوا على الفوز، لكن هما كذلك سدوا شي زياده عدد ديال في القدام، يمكنك واحد التصرف احسن، مساله عاديه، لان حنا تنعرفوا بانهم نقطه القوه ديالهم هما المرتدات، بانهم يقدروا يديكلونشي ان كونتر يمكن من لا سيرفاس ديالهم. فهمتي؟ يعني تيقدروا لي زاغيير لاتيرو ديالهم، الاظهره ديالهم هما يكونوا وراء الهجمه المنتظره. وجرينا بزاف، جرينا بزاف. لكن ما يهم اللاعبين ديالي في الاداء في الشوط الاول هو كان ريتم ثقيل، كناش تنمروا بسرعه. الريتم طلبت منهم باش يرفعوا من الايقاع، باش هما يجريو بزاف، نجريوهم في عرض ديال التيران باش يكون انجليسمون، اون اسبيرون يوقع شي ديكالاج ونخلقوا شي فجوه. ذلك ما حدث في الشوط الثاني، مشينا مرات عديده عبر الاطراف في العمق كذلك. لكن مساله عاديه سي اومان، لاعبين يعني منذ ان التحقت في جونفي، لكن هما تيعيشوا هذا الضغط الرهيب منذ بدايه الموسم. لاحسن انا حييتهم على هذه القوه الذهنيه ديالهم، ما كانش عندنا هامش الخطا. ملي ما تتكونش محرر نفسانيا ما تتاديش بشكل جيد، وما تيكونش عندك دقه في المهارات التقنيه ديالك، مساله عاديه. لكن فخور بهم، وفخور بالاداء، فخور بلا جرينتا، بالروح. وفوالا المو لو مايو، باش حنا هضرنا معاهم، راه اللوغو ومصلحه الفريق هو الاول. عاد نتوما لي جوغ سون دي سالاري، اللي ما دارش الدور ديالو نحيدو ونديرو واحد اخر، زعما ماشي شي حاجه كبيره. هو ديجا ما نقدروش نهضروا على العياء في الجوله الاولى، يعني شيء غير منطقي. اذا ما كانش عندنا مشكل حنا في العياء، الارهاق عندنا حنا، تعب ذهني. عينا بان كل مقابله تنلعبوها كمقابله سد، يعني الله يحسن لعوا اللاعبين. جو بونس كو بما انه كاين تكافؤ الفرص، وايام الراحه هي نفسها اللي غادي تكون عند الخصم المقبل، المشكل ما مطروحش. غادي قدر الامكان نحاولوا ندوروا المجموعه، ان نوجدوا لو بلون دو جو كذلك كونفينابل. غادي نلعبوا مع فريق اللي مرتاح نفسانيا،
يعني اللي ضامنه بشكل رسمي البقاء ديالو في القسم الصفور، لكن لا اظن بان غادي نكونوا ما هو با اتر زعما متعبين مرهقين، بالعكس سي اون فورجون زعما كثرت المقابلات المتتاليه كترفع من ايقاع اللاعب. انا اتوقع باش يكون ايقاعنا في اللاعب اكبر في المقابلتين المقبلتين. سؤال اخر، شكرا جزيلا، توفيق الله يعاونكم.